اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. سلام البنات، من تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوحدة تحلية اقتصادية وسهلة وبمكونات موجودة في البيت كما راكم تشوفوا، تحلية راقية بكريمة وحدة سهلة، ان شاء الله تنال اعجابكم. وفي المذاق ما عندي ما نقولكم كما العادة، نبدأ مع المقادير وطريقة التحضير. كما راكم تشوفوا هنا البنات، انا كنت طحنت يعني واحد 10 حبات جاتو اوريو او اكثر يعني على حساب لي فيغين تاعكم. هنا البنات انا طحنتهم بهم بالكريمه، نتوما تحبوا تنحيوا هذيك الكريمه ضيفوها في الفلون تاعكم. هنا كما راكم تشوفوا من هذاك الخليط نحيت منه واحد الملعقتين ونصف تاع الخليط هذاك اللي كنت طحنته. كما راكم تشوفوا البنات تحبوا تعمروا مباشره لي فيغين تاعكم ولا ضيفوا كما انا ضفت ملعقه ولا اثنين تاع زبده دائبة. البنات هنا اختيارية، هنا إذا كان نوعية تاع الأوريو تاعكم أو ماكسون يعني نفس النوعية، إذا كانت فيها الكريمة يعني متوفرة مليحة تحبوا فقط ما تزيد يعني تطحنوها فقط، ما تزيدوش هاد الكمية تاع الزبدة، حطوها مباشرة سووا لها السطح تاعها وبداو ضيفوا الكريمة. هنا يعني الصراحة حبيت يعني ندير لكم واحد الكريمه سهله، وبما انه رانا على ابواب الشهر الفضيل يعني الاخوات كامل يعني راهم عندهم الفلون، فقط كتغيير فقط هاد الكريمه يعني في كما نقولوا كريمه بلتر حليب حت دير لكم كميه ما شاء الله وفيره 8 تاع الكوب. هاد الكميه كامل البنات دارت لي واحد 8 تاع الكوب كما راكم تشوفوا، يعني حجم راه مليح. ولكن درتوهم صغار البنات يعني يكونوا حجم صغير قادر حتى العشرة، هنا على حساب لي فيغين تاعكم. كما راكم تشوفوا البنات حطوا حوالي ملعقة في لي فيغين تاعكم، سووا السطح فقط ما تضغطوش البنات بزاف، سووا فقط السطح لانه راحين تحطوا الكريمة تاعكم من الفوق تاع الفلون، يعني راح هذاك ايضا البيسكوي تاعكم راح يزيد يتشرب. هنا كنت نحيت يعني زوج حبات ولا ثلاثة فقط للتزيين من بعد. هنا حوالي 8 حبات حتى 10 حبات على حساب الحجم تاعكم يعني على حساب الكميه. هنا سمحوا لي البنات والله المقطع كنت حاطه في روحي بلي راني نصور. هنا لتر حليب البنات، ملعقتين تاع نشا، ملعقه سكر، وايضا 100 غرام تاع فلون اي ما يعادل يعني لتر حليب، يعني 100 غرام تاع فلون بنان. هنا ذوق الموت، تحبوا ديروا ذوق الفانيليا كما تحبوا، هنا عندي ذوق البنان يعني جاء معاه ما شاء الله بنين. حطوه على النار على نار متوسطة، حركوا تدريجيا البنات حتى يبدأ الخليط تاعكم يعقد، نحوه من على النار. هنا علاش فضلت انه نحط هذيك الملعقتين كبار تاع نشا في الكريمة تاعنا باش تعقد لنا وتعطينا وقت، لانه راحين نقسموا هذيك الكريمة ونديروا الطبقات بها، يعني انتوما ما راحينش يعني باش تنحو عليكم الوقت والجهد وتخلط هذاك، طيبوها مباشرة كامل الإطرة تاع الحليب هذه مع قلت لكم الفلون تاعكم مباشرة، يعني ضيفوها في الأكواب تاعكم. هنا كما راكم تشوفوا حركوا تدريجيا البنات على نار متوسطة، ما تخلوش الكريمة تاعكم يعني تعقد لكم بزاف، فقط كي تولي كما راكم تشوفوا الخليط متجانس عاقد شوية. هنا واش نديرو، نحوها من على النار، نقسموا الخليط على نصفين البنات، قسموه على نصفين، النصف الأول كما راكم تشوفوا حطوه في جهة. الحلاوه البنات انا هنا ضفت ملعقه لانه راحين نضيفوا ايضا، تحبوا ما تضيفوش نهائيا السكر هنا لانه الفلو كما معروف راه حلو. هنا الى حبيتوا شويه حلاوه زيدوا ملعقه. هنا كما راكم تشوفوا هذاك البيسكوي المطحون اوريو، كما راكم تشوفوا اللي كنا نحيناه ضفناه هذيك الكريمه الاولى، شوفوا البنات حتى لونها يتغير وايضا الطعم راح يتغير.
بالعكس راح يجيو لي بنين بالبزاف، وفي نفس الوقت يعني ديروا طبقات باش تجيكم يعني طبقات، طبقة مختلفة على طبقة. كما راكم تشوفوا هنا البنات، خلطوا مليح المكونات وحطوهم في الأكواب تاعكم فقط بالملعقة، باش ما توسخوش الأكواب تاعكم البنات، حطوه يعني غير بالعقل، حوالي ملعقتين حتى ثلاثة على حساب الطبقة وعلى حساب يعني السمك اللي تحبوه. هنا كما راكم تشوفوا يعني حوالي 3 ملاعق حتى 4 ملاعق، كما قلت لكم يعني على حساب الأكواب تاعكم. انتم الأكواب تاعكم راهم صغار أقل من هكا، ضيفوا كما نقولوا كمية أقل. كما راكم تشوفوا نضيفوا البنات هاد الكريمة، فقط كي تبدا يعني تصبوها راح تشد روحها شويه، دير واحد القشره من الفوق باش نقدروا نضيفوا الكريمه الثانيه اللي راها موجوده معنا. ما تخافوش منها، ما راحش تجمد، بالعكس راح تبقى سخونه باش نديروا لها اضافات اخرى. كما قلت لكم هنا كما راكم تشوفوا نصف الكميه كما اللي راكم تشوفوا، خليتها في الكسرونه لانه تعرفوا الكسرونه كي تكون ثقيله يعني راح تحافظ شويه على السخانه تاعها. هنا شديت واحد 6 حبات تاع بسكوي عادي، تحبوا ما تضيفوش لكم الاختيار، تحبوا تضيفوا ايضا حبه تاع موز تجي ذوق روعه ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا فقط نخلط المقادير ونميكسيهم بالبراميكسور، ولا عندك الروبو، ولا تكونوا طحنتوا بسكوي وحده وتضيفوه، من بعد راحين تصفوا الخليط هنا باش ما يديرناش يعني كعابر، هذوك الكعاب راحين يفسدوا لنا الكريمات على خلطوا كما راكم تشوفوا بالبراميكسور حتى تتحصلوا على كريمه. كما راكم تشوفوا راح تزيد تعقد لكم وتجيكم فيها واحد الذوقيه البنات ما شاء الله، تجي كريميه اختلاف يعني، هذه غير لتر من الحليب يعني والفلو، بصح تجيكم واحد الكريمه بنينه وتجيكم مختلفه على الفلو. كما راكم تشوفوا كملوا بنفس الطريقه، صفيوا الكريمه تاعكم، لازم تصفوها البنات هذا الا كان بقى لكم يعني حبات تاع بسكوي، كي تصفوا الكريمه احسن باش تجيكم يعني ملسع. هنا كما راكم تشوفوا نصفي الكريمه تاعي ونعاود نحطها نضيفها فوق الكريمه اللي كنت حطيتها في الفيغين الاخرين. كما راكم تشوفوا هي مازال ما بردتش، بصح تقدروا تضيفوا فوقها الكريمه البنات، ما تصبوش مباشره الكريمه على الفيغين تاعكم، لازم بالملعقه لانه الكريمه تاعنا هذه تاع الطبقه الاولى مازال ما بردتش مليح، يعني راح تتكون لكم هذيك القشره من الفوق هي اللي راح تخليكم يعني تضيفوا الطبقه تاع الطبقه الثانيه تاع الفلو، وفي نفس الوقت ما راحش تتخلط مع الطبقه اللي من تحت. كما راكم تشوفوا فيها البنات تبان لكم راها جامده، لكن كما قلت لكم يعني دير واحد الحاجز هنا البنات، يعني الاضافات لكم الاختيار، يعني ماشي شرط يعني تضيفوا واش ضفت انا، كل وحده ما شاء الله تبتكر في المنزل تاعها. هذه يعني غير لتر حليب يعني وفلون عادي كما قلت لكم، متوفر في شهر رمضان يعني في كل البيوت، ديروا حاجه مختلفه في نفس الوقت تحمر لكم وجوهكم وراقيه كما تشوفوها، والطعم ما نحكي لكمش البنات تجي مختلفه يعني على الفلون وتجي بنينه بالبزاف. هنا لهذا فضلت كما قلت لكم هذوك الملعقتين تاع النشا، ضيفوهم باش تعطيكم الوقت انكم يعني تحطوا الطبقات تاعكم تدريجيا. شوفوا البنات كما راكم تشوفوا ما تخلطتش الكريمه تاعي مع الطبقه الاخرى، حطوا فقط بالملعقه البنات. تحبوا تخلوا هذيك الكريمه تاعكم يعني تخلوها شويه تبرد باش تضيفوا الملعقه يعني باش تضيفوا الطبقه هذه تاع الطبقه الثانيه. كما راكم تشوفوا البنات ما تخلطتش الكريمه تاعي، حطوا فقط بالملعقه البنات، يعني عطوها وقت باش يعني تجيكم في سطح مستوي. كما راكم تشوفوا انا نكمل ليكوب تاعي كامل، كما راكم تشوفوا بعد ما كملتهم امسحوا البنات الجوانب تاعكم يعني باش يجيكم ليكوب تاعكم يعني نقيين. هنا عندي الحبات تاع اوريو او ماكسون، هنا النوعيه اللي تحبوا، مام ارخص نوعيه، كاين واحد نوعيه ارخص الله اعلم والله نسيت واش يسموها، اورو ولا حاجه كيما هكا. المهم ما يهمش يعني البنه تاعو ما شاء الله يعني نفس تاع الاوريو، والاوريو كيما تعرفوه راه غالي شويه. هنا كنت يعني قسمت الحبه على النصف نحيت لها هذيك الكريمه باش يعني كي نحط لها هذيك الطبقه تاع لاجولي من الفوق تجينا يعني حبه نص حبه شابه وفي نفس الوقت الديكور شباب. هنا بعد ما خليتهم يبردوا لي مده ربع ساعه في الثلاجه، البنات حاولوا تخلوهم يعني مده ربع ساعه باش نضيف لهم هذاك لاجولي من الفوق. لاجولي من الفوق البنات هذا كنت حضرته في لاطارت وفخاز من قبل، عباره عن كيس فلون مع كاس، مع كاس عفوا فلون كاس ما عفوا
كأس ماء مع كيس فلون 50 غرام، حطوهم على نار متوسطة كي يبدأ يغلي لكم الخليط، نحوهم من على النار. حاولوا انكم البنات تخلوه يبرد شوية باش تحطوه على الفيغين تاعكم. انا الصراحة كنت شوية مزروبة، لهذا حطيته مازال شوية سخون، لكن نتوما خلوه البنات يبرد شوية هذاك الخليط تاعكم وضيفوه. تحبوا يعني هو ديجا راه حلو، ما نضيفولوش سكر، تحبوا تضيفوا هذيك ملعقة صغيرة لهذاك الخليط ضيفوه عادي. هنا باش ما يجيكمش الفيديو طويل فضلت اني ما نصور لكمش. يعني هنا راه فلون فلون تاع بنان نفسه، تحبوا ديروا فلون فاني يعني المتوفر عندكم البنات في المنزل. كما راكم تشوفوا ميم فلون كراميل يجي ما شاء الله بهذه التحليه. كما راكم تشوفوا حطوا حتى تغطيوا هذاك السطح. صدقوني البنات هاد لاجولي اللي من الفوق هذيك النص حبه تاع لاجولي، النص حبه تاع الكاطو راح تزيد تشرب منه وراح يجي طري في نفس الوقت يعني مع هذيك الكريمه تاع الفلون. كملوا البنات بنفس الطريقه يعني الاكواب تاعكم، حطوا غير بالعقل. هذاك لاجولي يجي بنين بالبزاف، يضيف لها ايضا واحد الجماليه كما راكم تشوفوا. يعني غير بالفلون درنا تحليه اقتصادية وسهلة وسريعة في نفس الوقت، يعني غير خلطي بكلمة واحدة تحضري هذه الأكواب وتكوني حضرتي أروع تحلية عندك. البنات خلوها تبرد، يعني كما تعرفوا الفلون يحب يبرد، وتخلوه في الفريجيدار ساعة ساعتين يعني على أطول مدة ممكنة. كما راكم تشوفوا البنات الوصفة تاعنا راها وجدت معايا، شوفوا البنات طبقات جو ما شاء الله. يعني كنت صورت شويه في الليل ما همش باينين يعني الجماليه تاعهم مليح. نتمنى يعني الوصفه كانت عجبتكم لنهار اليوم، وصفه بسيطه وسهله. انا معليا غير نقول لكم سلام مع وصفات اخرى. البنات غير دعموني بالجام والبارطاج، الله يحفظكم. يعني راني نشوفكم مشاهدات راهم كاينين، لكن اللي جام راكم تبخلوا عليا، انا نتمنى ما تبخلوش عليا كيما ما رانيش نبخل عليكم بالوصفات. ونتمنى تكون وصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها كيما راكم تجربوا الوصفات الاخرى. سلام مع وصفات اخرى ان شاء الله. الله في أمان الله، ورمضان كريم للأمة الإسلامية أجمعين.